كده من برنامجكم قال لهم مكملين في البداية عايز أبارك لكل الشعب المغربي، كل أطيافه، لكل الناس اللي شاركت في العملية الانتخابية، لكل الناس اللي نزلت وقالت رأيها وحطت صوتها وعبرت عن إرادتها بورقة في صندوق بمنتهى السلمية بمنتهى الرقي والتحضر. بيقولوا إن أكتر من 53% أو حوالي 53% شاركوا في الانتخابات، ولكن انتخابات أحدثت زلزال سياسي في المغرب وفي منطقتنا العربية. ليه؟ علشان قالت إن في حاجة اسمها انتخابات وقدرة على التغيير بالصندوق، قالت إن في حاجة أرقى من الدبابة والرشاش والمدفع نقدر نغير بيها الحزب اللي بيحكم أو أي حد في منصب متنفذ وبيصدر قرارات. قالت إن الشعوب العربية عندها القدرة على الفهم والفرز وعندها من الوعي إنها تشوف مين اللي ينفع وما ينفعش، لا بتنخدع بشعارات ولا هي شعوب عاطفية ولا بيتضحك عليها لا باسم الدين ولا باسم الوطنية ولا باسم الحرية ولا بأي اسم من الأسماء. الشعوب عندها وعي عالي جدا. انتخابات في المغرب بتلقي بصداها في كل أنحاء الوطن العربي. ليه أنا بكمل مش بقول من الأول؟ ليه؟ لأن قالت وعلمت وورت الدرس إن اللي بيخدم الشعب بيفضل موجود، واللي بيرفع شعاراته بس بيمشي، اللي بيحافظ على ثوابت الأمة وبيرفض إنه يعبث بيها وبيرفض إنه يلاقي حجج علشان يفرط في انتمائه لقضية فلسطين، اللي بيعبث بالقضية دي برضو بيمشي. اللي بيقول أنا ضد التطبيع وبيقول أنا ضد فرنسة التعليم وأن التعليم يكون بالفرنسية وسنعيد اللغة العربية وسنرفع الدخل القومي للمواطن وسنحاول أن نوجد كلام كتير، لما بيفشل في ده الشعب بيقول له ديجاش بالتي خلص، مفيش، مع السلامة، شكرا، هنشوف غيرك. ولا نقطة دم ولا خسارة للمجتمع ولا اهتزاز في أركان الدولة ولا خسارة للبلد ولا أي حاجة. مين العبقري في اللعبة دي؟ خليني أقول ابتداء الشعب المغربي اللي بهنيه، مش بهنيه علشان العدالة والتنمية مشيت ولا سعد الدين العثماني مش أبدا، بهنيه إنه عنده حرية ينزل يقول رأي وصوت، ينزل يعبر عن رغباته. وثانيا المخزن في المغرب بيلعب سياسة. كانت الريح عالية وكان في مظاهرات وربيع عربي، جاء العدالة والتنمية خفتت الدنيا، بس قبل ما تخفت أصوات الشعوب وأصوات المظاهرات والمطالبات بعد ما جاء العدالة والتنمية في المغرب بيمشي النهاردة، بس بيلحقوا تصرفات، مش عايز أقول كلمات أقصى يعني، بيلاحقوا انه الحزب المغربي اللي في عهده تم التطبيع، انه الحزب المغربي اللي في عهده تم تقنين زراعة القمب، انه الحزب المغربي اللي في عهده تفرنس التعليم بشكل كبير. حصل. بس النهاردة رسائل مهمة كمان، ورسائل للمتحزلقين المصريين والعرب عموما. هناك أحزاب إسلامية تأتي إلى الحكم وتغادر بالصوت وتغادر بصندوق الاقتراع دون نقطة دماء، إلى مثقفي الفيسبوك والمدافعين عن الحريات ادعاء والمنظرين غباء سميه أو سميه ما شئت. بعضهم بيكتب على الفيسبوك ويقول التجربة الإسلامية في المغرب العربي أنضج وهم ناضجين وعندهم استعداد يسيبوا الحكم بسهولة، بينما في المشرق صعب يسيبوا الحكم أو ما عندهمش آليات الحكم. يا عم والنبي تتلهي، أنت اللي ما عندكش آليات لفهم ما يدور ويحدث. اللي بيدعم الحرية بيدعمها للجميع، واللي بيدعم اختيار الناس بيدعمه أيا كان هو مين. أنا مش فارق معايا لو عملنا انتخابات جابت إسلامي ولا جابت ليبرالي ولا علماني ولا اشتراكي ولا وسط ولا ولا ولا، أنا عايز حرية إن أقول رأيي الأول. أنا بدعم ده،
بدعم سعد الدين العثماني لما تجيبوا الناس في المغرب، وبدعم اخنوش لما تجيبوا الناس في المغرب، بدعم محمد مرسي الله يرحمه عشان الناس اللي جابته في مصر، وهدعم اي حد الناس هتجيبه تاني في مصر حتى لو هعرضه. المعارضة جزء من الحكم، انما احنا لا قادرين على ده ولا قادرين على ده. وتلاقي الباشا قاعد وفي اي دولة من الدول برة ويقول لك والمغرب بها نضج لم يكن في التجربة الإسلامية المصرية، متحزلق قوي على الفيسبوك، والإخوان ما كانوش هيمشوا. لا 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 لا، انت اللي بتلاقي نفسك مبرر، انت اللي فيك جواك مجرم وقف مع المجرمين وعمل انقلاب على التجربة الديمقراطية والحرية في مصر، فعلشان تقول لنفسك انك مش ايدك مش ملطخة بدماء الابرياء وايدك مش ملطخة بدماء او بعناء المسجونين، وان تاريخك مش هيكون ملطخ بان انت كنت امعة ومشيت في ركاب الانقلاب، عايز تلاقي نفسك حجة، فبتقعد تقول ايه اصلهم في المغرب انضج من اللي في مصر، اصل في مصر وفي مصر لو الناس نزلت انتخبت حد غير مرسي كان هيمشي مرسي ويسلم له مرسي الحكم، ويجي التاني ويجي الاخوان في البرلمان ويجي الليبراليين في البرلمان ويجي المستقلين في البرلمان، ويكون في حراك، حراك ما فيهوش دبابه، ما فيهوش قتل، ما فيهوش قمع وسجن وقتل خارج القانون، ما فيهوش اذلال للمواطن، ما فيهوش ديون في ديون عمالين نجيبها ونعمل بيها كباري وطرق، وما فيش صناعه، ما فيهوش وما فيهوش، ولكنك علشان امعه مش عايز تقف قدام نفسك في المرايه وتقول الكلام ده، فبتطلع تقول ايه اصلهم في المغرب العربي انضج من اللي في مصر. عرفت الفكره؟ مش انك مثقف، انت داعي حريه مش داعي ثقافه. ممكن تكون مثقف ولكنك مش عايز تواجه نفسك انك كنت مغفل في يوم من الايام. هنيئا للمغرب ايا كان من ياتي، مين من كان في الحكم. بسال حضراتكم النهارده، هل الديمقراطية تستثني الإسلاميين؟ ده بمناسبة الحوار السائد اليومين اللي فاتوا على الكلاب هاوس. عايزين نعمل ديمقراطية يا جماعة ويستثنى منها الإخوان. كل الرؤوس اللي شغالة مع النظام بشكل ما بتطلع، منهم حد برجع وقال لك محدش عمل لي حاجة في المطار. بجد؟ بجد محدش عمل لك حاجة في المطار؟ احنا نضجنا أكتر من اللازم. انتوا الاول كان بيقول لك ايه، لا ما تشقش، ما تشككش في حد. تشككش في حد ايه؟ ما حدش بيرجع دلوقتي غير اللي مرضي عنه، او اللي كان طالع برضا النظام، او اللي عامل صفقه، او اللي كان خارج علشان يبس سموم ويسوق للنظام. ما تضحكوش على الناس يا عم يا اللي رجعت، ويا جماعه لسه ناس تانيه هترجع، وما تتفاجئوش، ما تتفاجئوش باللي بيرجعوا، بس ما تتخدعوش بالناس اللي بتقعد تطنطن بالحرية والديمقراطية. هم ما لهمش دعوة ولا بحرية ولا بديمقراطية، هم نعاج العسكر ليس إلا. نقطة ونرجع للمغرب، وارجع أسألكم، هل الحرية والديمقراطية تستثني الإسلاميين؟ أنا أؤمن، عشان لو حد قبل ما يتصل يعني يقول لي رأيك أنت إيه، أنا بؤمن أن الحرية للناس كلها، وأن اللي يجيبوا الناس يحكم وياخد فرصته، ولا أميل لطرف على الآخر، ولكن أميل للناس ولرغبات الناس والحاجات الناس، وضد إفقارهم وإذلالهم والتحكم فيهم. عموما المغرب قدمت مثال